وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. اللذين اسم موصول للاثنين مثنى. قالوا هما إبليس وابن آدم الأول الذي قتل أخاه، لأن كل صاحب شرك أو كل صاحب شرك سيطلب من ورطه في الشرك ليجعله تحت قدمه ليكون له العذاب الهون. وكل من وقع في كبيرة وأكبرها ومن أكبرها القتل فإنه يطلب ابن آدم الأول لأنه أول من سن القتل. المهم ربنا عز وجل بيقول عن حالهم وهم في النار، وده حال الإنسان يستعيذ بالله منه. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. شوف ده التمني، وكت اتمنوا أمور كثيرة، الخروج من النار والرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحة، ويسأل الملائكة يدعو لهم ربنا عشان يخفف عنهم العذاب، ويسأل مالك عشان يخفف عنهم يوم من العذاب إلى آخر. بعد ما ينقطع منهم الرجاء وهم في النار بيطلب أسوأ من ذلك، ودي غاية مناهم إن ربنا عز وجل يجعل من كان سببا في ضلالهم في أسفل النار. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ده حال بيجاي. وما حال المؤمنين الذين سمعوا من الله كلامه واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه؟ ربنا عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، بينما هؤلاء في العذاب والنكال هؤلاء في النعيم وفي الفوز والفلاح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. العلماء قالوا تنزل عليهم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند قبض الروح تنزل عليهم الملائكة بالبشرى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كلنا يكره الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، وإنما المؤمن إذا نزلت عليه الملائكة بشرته بالخير فتمنى لقاء الله أو أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأما الفاجر والكافر فإذا بشرته الملائكة بالسوء كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فده المؤمن الملائكة تجي تبشره. ربنا عز وجل قال ذكر هذه الأصناف أيضا في سورة الواقعة. ده الصنف الأول تجي عليه الملائكة، كان إنسان مستقيم على الدين، وتبشروا تثبتوا. وقيل الموضع الثاني عند القبر عند سؤال الملكين، إنسان يحتاج إلى تثبيت. والموضع الثالث عند الخروج من القبور كما روي في بعض الأحاديث، وإن كان في إسنادها مقال. فبتبشر الملائكة في هذه المواطن الثلاث العظيمة، لأنها مواطن يخرج فيها الإنسان من دار ويستقبل دارا أخرى، يمرق من الدنيا ويستقبل البرزخ، ويمرق من البرزخ يستقبل يوم القيامة الآخرة.
فتنزل عليه الملائكة. دي من أولى البشريات لهذا الإنسان الذي استقام على دين الله وعلى شرع الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. طيب بماذا تتنزل؟ ألا تخافوا. العلماء قالوا الإنسان بخاف من المستقبل، والإنسان لما تجي تمرق روحه قدامه دار لا يدري ما هو ملاق فيها، ولذلك كان السلف رحمهم الله يخافون من لقي الله عز وجل، وأن تكون أعمالهم ليست مقبولة عند الله وسببا في هلاكهم، نسأل الله العافية والسلام. فبتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما يستقبلكم من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا من الأولاد والأزواج. ودائما المؤمن بخاف إنهم يضلوا، فنحن نسددهم ونحفظهم كما كنا نسددكم ونحفظكم في الدنيا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، دي كمان البشرى الثانية أو الثالثة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شاكد المؤمن تلقاه يسر ويظهر عليه علامات الخير عند موته. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا عز وجل وعد للمؤمنين إن هم استقاموا على دينه وشرعه. نحن أولياؤكم أي نصراؤكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونؤزكم على الخير، وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي، يعني في الآخرة أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون، نزلا أي منزلا معدا من العظيم الكريم، نزلا من غفور رحيم. ولذلك نقل الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في شرح حديث سفيان بن عبد الله قول الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله وآمنوا به واستقاموا عليه وعملوا بطاعته حتى وافوه، أو كما قال رحمه الله. ولذلك يا أخواننا الناس لابد تعرف هذه العبادة العظيمة والمطلب العظيم للمؤمنين ما هو، لأنه عنده بشريات وفوائد وثمرات في الدنيا والآخرة. لابد الإنسان يعرف ما هي الاستقامة. وقد نقل الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله أقوال الأئمة من الصحابة ومن بعدهم في تعريف الاستقامة، فعرفها الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد سأل أصحابه يوما فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقالوا هم قوم استقاموا على طاعة الله من الذنوب، أو كما قالوا يعني ناس بعدوا من الذنوب والمعاصي، وهذا من معانيها. لكن أراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يوصل إليهم معنى هو من أعظم هذه المعاني، فقال لهم والله لقد حملتموها على غير المحمل، والله لقد حملتموها على غير المحمل، هم قوم استقاموا على لا إله إلا الله فلم يشركوا بالله شيئا.
ده اخواننا ما تعرف جماعة ولا تعرف حزب ولا تعرف ده عمره 700 سنة. ده عرفوا أبو بكر الصديق الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. من أول وأعظم معاني الاستقامة، وده برضو تعريف القاضي عياض في شرح النووي على صحيح مسلم، إنهم ناس أخواننا استقاموا على التوحيد بعد أن آمنوا بوجود الله وأيقنوا بذلك ولم يداخلهم الشك في ذلك. وده بتلقى كثير من الناس بيوافقوك فوقه إلا البلهاء الأشقياء الملاعين، لا وفقهم الله لا في دنيا ولا في دين. ديل بتلقاهم بس بينكروا وجود الله. لكن أي إنسان عاقل، أي إنسان خلق الله له عقلا، يعلم ويوقن تماما أن له خالقا أوجده من العدم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ودي أخواننا أفكار الآن بقت منتشرة في الناس انتشار النار في الهشيم للأسف الشديد. وكذلك هو إنسان يقر لله عز وجل بالربوبية، يعلم إنه ربنا خلقه، يعلم إنه ربنا رزقه، يعلم إنه ربنا يحييه ويميته، يعلم إنه ربنا عز وجل يتصرف في جميع أمره ويدبر أموره كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، كل أمره عند الله عز وجل، لا يغيب عنه شيء من أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وده أخواننا الكفار كم مقرن به. ربنا عز وجل قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأصحاب النار ناس قريش الماتوا على الكفر واستحقوا النار وهم الآن في النار، ديل كلهم مقرين لله عز وجل إن ربنا خلقهم وأوجدهم من العدم. فده مطلوب الإنسان يستقيم عليهم، لكن برضو ما كفاية كما سيأتي، فلا بد الإنسان يوقن بهذه الأمور. والليلة نحن أخواننا بقت مشكلتنا في المسائل الأساسية دي حتى الكفار ما بيختلفوا فيها. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب ويجادل الكفار بهذه الحجج وهذه الآيات. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ربنا قال شنو؟ فسيقولون الله. يا أخذ موقن إنه ربنا شنو خلقوا ورزقوا أوجدوا من العدم، بعد ده يصرف العبادة لغيره. الليلة عندنا ناس للأسف الشديد دي ما مقرن بها لله عز وجل، يصرفوا هذه الاعتقادات لبشر ضعاف أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، زي ما قال شيخ الطريقة البرهانية محمد عثمان عبد البرهاني، قال في كتاب اسمه شراب الوصل، قال جبريل ميكال إسراف عزراء، الملائكة ديل قال هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك بالجود والقراء، وكل ذوات الكاف ترهب صولتي، وأجود على أم لترحم طفلها، فرحمة رب الكون من بعض رحمتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ده بيستحق أن يحشر مع المؤمنين؟ ده والله ما يستحق إنه يقعد مع ناس أبو جهل، خليك مع المؤمنين. عقائد خربانة حق ربنا عز وجل، الدول المخاليك دكاترة وبروفات
أوسمة ودرجات باطلة وشهادات زور أدوها لهم عشان يضللوا بها الناس، وعشان المجتمع يقول ده الناس دكاترة وناس محترمين يسمع العقائد بتاعتهم وينحرف ويدخل نار جهنم. ما أضلهم وما أشقى سعيهم. دكتور اسمه الخنجر من شيوخ السمانية ودعاتهم يقول إنه المطرة بنزلها الله وبنزلوها الشيوخ، بل قال إنه بتدعو الله ما بديك مطر، وبتدي الشيوخ بياض الشيوخ بتسألهم بدوك مطر. في بعد الكفر ده كفر؟ وهل بعد هذا للحاد الحاد؟ طيب شيوخك ديل خليش فطولين المويه، في ناس مسلمين اتضرروا من السيول، نسأل الله انه يرفع عنهم هذا البلاء. هل شيوخك ديل بيقدروا يشفطوا لنا المويه دي؟ اشفطوها، ارفعوها، ارفعوا من الناس هذا الوباء. لكن يا اخواننا ده كله كذب، ودي الناس دارين يعارضوا دين ربنا عز وجل، وديل بعد ده مش هم مسلمين ساي في تغييم المجتمع وتغييم كثير من الناس، ديل من دعاة الاسلام، ديل مطلوب منهم قال ينشروا الاسلام، والله حينشروا ويقسموا له قسمين، ينشروه بالمناشير. الشيء الثالث والمسألة الثالثة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاستقامة على لا إله إلا الله والإيمان، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، وده حق الله. يا أخي الخالق رازق، والخالق والرازق هو المستحق للعبادة، زي ما ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نحن بنعبد الله ليه؟ لأنه ربنا خلقنا. بندعو الله ليه؟ لأنه ربنا عز وجل هو الذي بيده الأمور. واتخذوا من دونه، ربنا ذمهم، آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الليلة نحن عندنا في السودان وفي غير السودان آلهة منصبة مع الله عز وجل. الصوفية دي في السودان وفي غير السودان نصبت الشيوخ بتاعنها آلهة تعبد مع الله، ما تمشي بلد ولا قرية إلا تلقى فيها طاغوت معبود مع الله عز وجل بالباطل، ما يستحق العبادة. يا أخي مخلوق، هو مخلوق في البداية، مخلوق كفاية إنه ما يعبد مع الله لأنه مخلوق، لأنه لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. الواحد فوقهم تجيب المصيبة يمشي يتدرع الدكاترة برا السودان، ويمشي يلف ويدفع الأموال ويسافر والفحوصات إلى آخر، والناس مساكين جارين وراو عشان يشفيهم وعشان ينقذهم وعشان يحفظهم من دون الله عز وجل. وهدى لو بيحفظ ما كان يحفظ روحه. وربنا ورى ناس السودان وأعلم، ربنا أعلم ناس السودان، ده صح نقول كده، ربنا أعلم ناس السودان في البرع. جاءوا مرض، حصوة، ابتلاء من الله عز وجل، بدل ما يرجع ويتوب ويستغفر ويلجأ إلى الله عز وجل كما لجأ أيوب، ربنا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله رحمة منا وذكرى للعابدين. يعني لما أنت تعبد الله تتذكر إنه ربنا شفى أيوب عليه السلام، لا لقام بقى ينادي في الفقرة من دون الله، ما خلى له صالح وطالح إلا ناداه واستغاث استغاثات بدعية واستغاثات شركية في قصيدة سماها مصر المؤمنة، وعمل له 700 قصيدة عشان يندهوا ويمرقوا الحصوة، ما مرقت ولا شافوا. وسبحان الله حكمة الله الحصوة دي، بعد مرات الزول لو أكل موز بس شد حيل وأكل لي 2 كيلو بتمرق، والله يد لو مليت روحك بموية ساكت بتمرق،
لكن ربنا عشان يبين للناس ضعف هؤلاء البشر وأنهم لا يستحقون مع الله شيء. ربنا عز وجل ابتلاه ما مرقت أصل، قال هيا يا بوتايا، يا زول بوتايا ما تشبع موت وحامد بعصايا، هو لو قوي بيشيل عصايا ها؟ قال زيلوا الحصايا وامراض كلايا، ما زالوا الحصايا ومات بأمراض كلا. علم السودانيين الشرك، نظم لهم الشرك القاعد في كتب السمانية بقصايد، أي زول تلقاه يسمع فوقه وتركب فوقه العقائد دي. علموا الناس دعاء غير الله سبحانه وتعالى، إنا بخب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. يا أخوانا ما، والغريبة ناس كتلون في الأبيض، ناس كتلون في الأبيض، وإسماعيل في الأبيض عنده حي كامل اسمه حي القبة، حي إسماعيل الولي، ما نفع ناسه بحاجة. طيب إذا ده ما خض، الخض شنو؟ الأولياء دير السودان ما عمل لحاجة، قال لك السودان الآن دار 8 مليار سددوها له يا الفقراء الصوفية، والله لو حسبنا العتانة لأكلوها، لو بعنا القرون بس يجيب 8 مليار القرون بس. يا ناس ما ممكن، ناس لعبوا بالدين وأكلوا أموال الناس بالباطل، وفي بلاوي كثيرة جدا ما دارين نقولها، فهمت؟ ينادي غير الله سبحانه وتعالى ويخلي ربنا القوي. عشان كده نحن السودان مع ما فيه من الخيرات ومع ما فيه من المعادن ومن الأمور الدنيوية الكثيرة الموجودة، إلا إنه ما في بركة، والله مش يعني تمرق وتمشي تجيب ليك تغير حكومة وتسوي، والله الخير ده ما يمرق إلا الناس يرجعوا لربنا عز وجل. وإذا كان للليلة بيطعنوا في الدين، للليلة بيطعنوا في الحجاب، واحد كل مؤهلاته البناد بها إنه عمل له ثلاثة مسيرات زي النسوان كويس، يطعن في الحجاب، هل ده بقدم البلد؟ ها؟ الكبري ما سوى لأنه النسوان لابسات حجاب، السوق ما صلح لأنه النسوان لابسات حجاب، الدولار ما نزل لأنه النسوان لابسات حجاب. ها؟ الحجاب بتاعي ده بيعملوا بالدولار، بيخيطوا الدولارات مع بعض بيلبسوه. فده كل يا أخواننا سبب الشرك والباطل والضلال. كذلك من الاستقامة على التوحيد أن يؤمن الله، أن يؤمن العبد بما لله عز وجل من الأسماء والصفات، وده اللي بيخلي الإنسان يراغب الله. ربنا قال وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك، أي لا يشرد، من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. دي العقيدة الصحيحة، ربنا عز وجل بيرضاها من العبد، وده معنى الاستقامة الذي ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وما يكفي في الإنسان إنه بعد ما اعتقد الاعتقاد الصحيح ينوم على كده، لا، بل لا بد من الكفر بما عبد من دون الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ومعنى كفر بما يعبد من دون الله أي اعتقد بطلان عبادة هذه الآلهة التي عبدت مع الله. لو عبدت الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما عملوا بعض الصوفية، عرفتها؟ قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ده البوصيري، قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعني ما بلوز إلا بالرسول، الله ذاته ما بلوز به، إنما ده أسلوب الحصر. ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة قال جاد بهن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذاب كذاب، مع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما خلق الدنيا ولا خلق الآخرة، وإنما الذي خلق الدنيا والآخرة وأن له الدنيا والآخرة هو الرب تبارك وتعالى. بسم الله بسم الله.
قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام من علمه أنه يعلم علم اللوح والقلم، يعني ما في اللوح المحفوظ. وده كله يا أخواننا باطل. ربنا عز وجل قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فأول أمر يا أخواننا في الاستقامة أن يستقيم الإنسان ويستقيم العبد على توحيد الله عز وجل. الإنسان يكون مستقيم على التوحيد ويبعد من الشرك ويبعد من دعاة الشرك والباطل. ويخاف الإنسان أن يسلب الله عز وجل توحيده ولو كان في آخر الرمق. لا بد تخاف وتحافظ على التوحيد وتعلم أن أغلى ما تملك هو التوحيد. به يكون مغفرة الذنوب وبه يكون صحة الأعمال وبه تثقل الموازين يوم القيامة وبه يتجاوز الله عز وجل عن العبد وبه يرفع العبد في الآخرة عند الله عز وجل الدرجات. فما أعظم كلمة التوحيد إذا عمل الإنسان بمقتضاها بعد أن علم معناها وبعد أن حققها حق التحقيق. فأول معنى في الاستقامة كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يستقيم الإنسان على التوحيد فلا يشرك بالله شيئا. والإنسان يكون داعية برضو للتوحيد، داعية للخير. أعظم الخير التوحيد، ده أعظم الخير. ما في أحسن من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولا يمل الإنسان ولا يسمع كلام المثبطين ولا الذين يريدون أن يصرفوا الداعية عن غرضه الأول وهو التوحيد. ويجب عليه أن ينصب العداوة بينه وبين أهل الشرك. التعريف الثاني ما قاله أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال هم قوم استقاموا على طاعة الله عز وجل ولم يروغوا روغان الثعالب. وهذا المعنى هو الصدق في الاستقامة على الدين. لا يكون حال الإنسان كحال المنافقين الذي يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ربنا قال عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. عشان كده شوف أهل الكذب في الدنيا ربنا بعاملهم بنقيض قصدهم يوم القيامة وبمثل ما عاملوا به المؤمنين في الدنيا. فجاء في الصحيحين حديث أبي سعيد وأبي هريرة إن المؤمنين يوم القيامة ينادي المنادي في حديث الشفاعة الطويل ليذهب كل قوم أو ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيتبع أهل الصليب وأهل الكواكب وأهل الأوثان. والكلام يطول. قال بعد ذاك لا يبقى إلا المؤمنون، فيأتيهم الرب عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول الأنبياء بيننا وبين الرب علامة نعرفه بها. قال فيكشف الجبار عن ساقه تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال فيسجد له المؤمنون فيذهب
من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الزول اللي كان بيلعب ويكذب ويرائي نسأل الله العافية والسلامة، فإنه يذهب كيما يسجد مع المؤمنين. شوف ربنا عامله بنقيض قصده، يكون دار يسجد ظهره بيبقى حاجة واحدة بس، طبق واحد، ما يقدر يسجد. خذلان عجيب في موقف صعب وموقف عصيب، زي ما ربنا عز وجل قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني اتمهلوا، انظرونا يعني انتظرونا، اتمهلوا. في واحد برضو من دعاة الشرك اسمه الإزيري، نسأل الله عز وجل أن لا يوفقه لا في البر ولا في البحر ولا في السهل ولا في الجو. ده جاب الآية دي، وده جاب هجب المناسبة، لأنه زمان حسين خوجلي جاب له الكاميرا بتاعت قناة أم درمان والميكروفون بتاع إذاعة المساء، فتح الليو وفات ما جنام، جاط البلد كله لغاية ما ربنا أخزاه وطفش من البلد. نسأل الله أن لا يعيده. قال في الآية انظرونا، قال ده الدليل على نظرة، تقول نظرة يا الشيخ، زي ما ناس بيقولوا نظرة يا أبو هاشم، يعني عايلينا، لأنهم بيعتقدوا إنه زول اللي بيشوف الشيخ بيدخل الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الرجل المسمى بالإزيرك دار أصل للشرك ولعبادة غير الله عز وجل، عبادة الأولياء والشيوخ من دون الله عز وجل، فقال ده دليل على النظرة، وهذا يدل على جهله أو تحريفه، فإما يكون جاهل بالمعنى أو يكون عارف المعنى لكن يتعمد تحريف الكلام كما هو فعل اليهود. فربنا عز وجل قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لأنهم أظهروا لأهل الإسلام الإسلام، فقبل المسلمون منهم ظواهرهم ووكلوا سرائرهم إلى الله. طيب ربنا حيعاقبهم كيف؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الذي يلي المنافقين. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالإنسان يا أخواننا يصدق، كن إنسان صادق، هذا ما أراده أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، إن الإنسان يكون في تدين لله عز وجل، يريد ويبتغي بذلك وجه الله. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي سأله عن شعائر الإسلام وأخبر أنه لا يزيد عليها ولا ينقص، قال: أفلح والله إن صدق. طيب، أمور مهمة يا أخواننا في الاستقامة ذكرنا منها الصدق، وكان حقا علينا أن نذكر أولا الإخلاص لله عز وجل، وأن يريد الإنسان باستقامته على الدين وبطاعته لأوامر الله عز وجل ما عند الله عز وجل الجنة. ربنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، لأنهم صبروا، ولأن صبرهم على الطاعة وصبرهم عن المعصية ورضاهم بأقدار الله كان فيه خشونة وصعوبة، فلما صبروا عوضهم الله عز وجل بدل ذلك خيرا منه ليونة الحرير، وهي لأهل وهي للكفار في الدنيا ناقصة منغصة، وهي للمسلم المؤمن في الجنة كاملة تامة. عشان كده ربنا عز وجل قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها الحلية والزينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أهل الجنة أخواننا في نعيم عظيم، هم لابسين لؤلؤ ولباسهم حرير، وربنا ذكر في سورة الإنسان إنهم بيجوا خدم يطوف عليهم ولدان لهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. العلماء قالوا لأن اللؤلؤ جماله لما نشتتوا مع البياض لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك في الدنيا ما يبلغ أدنى أهل الجنة منزلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر أهل الجنة خروجا أو دخولا إلى الجنة، قال هو رجل يمشي على الصراط مرة ويسقط مرة، قال حتى إذا خرج من النار التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أنعم الله علي نعمة ما أنعمها على أحد من العالمين. والناس خشوا الجنة قدامه وآخر زول حيخش الجنة. قال فبينما هو كذلك إذ رفعت له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة، فيقول الرب عز وجل لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيقول والله يا رب لا أسألك غيرها، قال فتؤخذ منه المواثيق، قال فيدنيه الله عز وجل منها فيمكث من فيها ما شاء الله، ثم ترفع له شجرة أخرى فيقول أي ربي أدنني أو أدنني من هذه الشجرة، فيقول في رواية ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تؤخذ عليك المواثيق ألا تسألني غيرها، قال وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، لأنه ربك كريم. قال فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، قال ثم تؤخذ منه المواثيق. وهكذا الشجرة الثالثة، قال حتى يدنو من الجنة من باب الجنة، قال فيسمع أصوات أهل الجنة وحبور أهل الجنة وما هم فيه من النعيم، فيقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول الرب عز وجل يا ابن آدم ما يرضيك عني، قال أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول أتهزأ بي، فيقول الله عز وجل لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت يا رب، فيقال له لك ذلك وعشرة أمثال. الفضل الكبير من الله عز وجل. عشان كده يا أخواننا نسأل الله أنه يرزقنا الإخلاص، وأن يريد الإنسان بعمله الآخرة
وما عند الله عز وجل من النعيم والفوز. وده أخواننا الخل الصحابة يترك الدنيا ويخرج منها ويحمل أرواحهم رخيصة فدا لهذا الدين، ويتعب هذه الأنفس ويحملوها على المشقة وعلى الجهد والتعب، لأنهم يرجون ما عند الله عز وجل، يرجون. شكذا الآيات قبالة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دي تجارة مع ربنا عز وجل لن تبور، ما بفضل منا باقي ولا بتكسد السلعة. ولذلك يا أخواننا الإنسان يجعل هم ما عند الله. ربنا قال: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله. شوف ده من النعيم الذي أذهب عنا الحزن. يا حزن كثير، حزن الدنيا ده كثير، حزن تحزن إنه ناس مجرمين يتسلطوا على الدين أكلوا باسمه، وناس مجرمين تانيين يطعنوا في الدين، وتحزن إنه أنت ضعيف ما عندك حيلة تنصر الدين، وتحزن إنه ربنا يرزقك الإخلاص لغاية ما تلاقي ربنا عز وجل، وحزن كثير وإنه في الآخرة موضعك وين، وشغلة طويلة. الزول لما يخش الجنة الحزن ده كله بيمشي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، تحمد الله على إنه أذهب منك الحزن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في أذكار الصباح والمساء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم وشنو والحزن. فربنا نعم أهل الدنيا أو نعم أهل الآخرة في أجسامهم وفي قلوبهم، فتم لهم النعيم. الصلاة جات. طيب نجي ونواصل وما نطول على الناس. وتصحيح النية. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك ما يأتي الإنسان من العبادات فيجب عليه فرض عين أن يتعلم تلك العبادة. الإنسان إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتعلم الطهارة وأن يتعلم أحكام الوضوء والغسل والصلاة حتى لا يعبد الله على الجهل والبدعة. وكذلك إذا صار هذا الإنسان يؤم الناس يجب عليه أن يتعلم أحكام الإمامة. وإذا دخل على المسلم المكلف رمضان وجب عليه تعلم صيام رمضان قبل أن يصومه. وإذا اجتمع عنده المال الكثير فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهكذا. فإذا تعلم فإن هذا العلم يكون له هداية وعصمة من الضلالة، ويكون خوفه من الله وعبادته له مقرونة بالعلم، فتورثه عند ذلك الخشية التي هي الخوف مع الله المقرون بالعلم. وهناك فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها من يكفي من المسلمين حتى يسقط الإثم عن بقية الناس. فالعلم يا أخواننا مهم على الإنسان الذي يريد أن يستقيم، خاصة من يريد أن يدعو إلى الله عز وجل. كذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا هو العلم النافع،
الذي أورث الخشية والخوف من الله ورزقا طيبا، وهو تحري الحلال في جميع الأمور، وعملا متقبلا، وهو الذي يوافق السنة. كذلك أخواننا، من الأسباب التي تعين الإنسان على الاستقامة أن يعمل بما علم. ولذلك جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله قال: ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. والعمل بالعلم يورث حفظ العلم ويورث الثبات. ربنا قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فيجب علينا جميعا أن نعمل بما علمنا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من الأسباب المهمة أيضا يا أخواننا الدعاء، خاصة والسلفيون يدعون الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإلى أن يخلص الناس دعاءهم لله عز وجل. وهم أحوج الناس إلى ربهم، لأن الإنسان خلق كذلك، محتاج إلى الله عز وجل وفقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن الفقراء إلى الله، عشان كده ربنا عز وجل يقول مبينا كمال غناه عن الخلق وكمال حوجة الخلق إليه في الحديث القدسي الذي عند مسلم من رواية أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الهداية أخواننا ما بالقبيلة، الزول القبيلة كويسة بيهتدي، أو باللون أو بالشرف أو بالنسب والحسب بتاع الأجداد والآباء أو بالأشكال، وإنما ذلك محض فضل الله ونعمته. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. صح، نحن بنستفيد من هذا الحديث أن الحوائج كلها عند الله، صح، وإنه ما يجوز للإنسان يطلب هذه الحوائج من المخلوقين، من البشر، من الملائكة، من الجن، من الصالحين، من الطالحين، وأن ذلك من الشرك بالله، صحيح، لكن كذلك ده أخواننا يورث في قلب من اعتقده أنه شديد الفاقة إلى ربه، وأنه يجب أن يتنزل هذا الاعتقاد عملا دعاء رغبة إلى الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع. شكد الصحابة رضي الله عنهم كما في الترمذي: كان أحدهم إذا أراد أن يشتري الملح الكثير الرخيص سأل الله أولا ثم ذهب فاشترى الملح. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي
إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا عز وجل غني عن العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ربنا غني عن العالمين. ولذلك أخواننا ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين قال بعض العلماء دخلت على الله من كل طريق فوجدته مزحوما. لو داير تصدق تلقى ما شاء الله المتصدقين كتار، وده ما معنى انه زول ما يصدق يا اخوان. لو داير تقيم الليل تلقى الناس كتار وهكذا. قال حتى دخلت على الله من باب الفقر فوجدت قليلا من يدخل على الله من هذا الباب. إنه الإنسان يا أخواننا يفتقر إلى الله. وإذا قرأ الإنسان أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في الكتاب والسنة وقرأ أحوال رسوله صلى الله عليه وسلم علم كمال فقره عليه الصلاة والسلام، فكان كمال إغناء الله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد فقيرا إلى الله لاجئا إليه مادا يديه إليه طالبا منه كلما سد الله حاجته وفاقته في الدنيا والآخرة. شوف من الأدعية والأذكار، وقد ذكر طرفا منها الشيخ العباد العلامة حفظه الله في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك. والإنسان السلفي والمسلم عموما إذا اقتنى كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية مع صحيح الكلم الطيب للعلامة الألباني أو كتاب الوابل الصيب لابن القيم وهذه الكتب النافعة بيجد فيها الخير الكثير. وهذه الأدعية والأذكار فيها بركة يا أخوان، بتشمل دعائك وحوائجك جوا وزيادة، وفيها كمال الفقر لله. اللهم أعني ولا تعن علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، إليك مخبتا منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. تعترف أول، دي أدعية فيها بركة. ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا، شوف الأدعية دي جامعة كيف، من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة يوم الفقر. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الفاقة. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين.
اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى الحق إلى آخر أدعية كثيرة فيها بركة. الإنسان إذا فرغ من الوضوء يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي. جمعت دعوات جمعت خير الدنيا والآخرة، لأنه إذا غفر للإنسان ذنبه فاز في الآخرة، وإذا وسع في داره حاز سعادة الدنيا، وإذا بورك له أيضا في رزقه. ولذلك يا أخواننا الإنسان يكون فقير إلى الله عز وجل، وأيضا يحتاج إلى ذلك الداعية إلى الله الذي يريد ما عند الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ليلة الغزوة كان يجتهد ويبتهل إلى الله عز وجل في الدعاء، حتى قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم، استغاثة وسؤال وتضرع وابتهال وانكسار لله عز وجل. أيضا ذكر المؤرخون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يناظر الطائفة البطائحية الرفاعية الصوفية، وديل كان عندهم سحر عديل، سحر خطر جدا، وكل الطرق كده، كل الطرق الصوفية كده، بطائحية، سمانية، ختمية، قادرية، تجانية، برهانية، كزنزانية، كل الطرق كده طرق باطلة وبتاع السحر وضلال. الإنسان إذا صدق ولجأ إلى الله ربنا بينصره عليهم، ما عندهم أي حاجة، لأن أنت ربنا ناصرك، وذاك شيطانه معاه حيولي منه زي ما ولى من أسياده من قبل. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترونه، إني أخاف الله والله شديد العقاب. والرطم فابن تيمية رحمه الله قال كان في المناظرة ناس بيخشوا النار، يخشوا في النار ويمرقوا منها. طبعا ديل ما مجرمين كضابين ساكت، واحد يقول لك عندي حجاب سكين وكذا، مما تزنق من أول 5 دقائق طوالي بيزوق، عرفته ما بيثبت أبدا، ما بيثبت، تقرأ عليه آية الكرسي والله سكينة دي محلي دي ما يلقى. فديل كانوا يخشوا في النار ويطيروا فوق، تلقاهم طايرين، كله شغل بتاع سحر ساكت. ربنا قال إن كيد الشيطاني كان ضعيفا، ما عنده أي حاجة. قال وكان شيخ الإسلام رحمه الله، هم طبعا بيتكلموا في مجالس، شيخ الإسلام حيرد عليهم في مجالس، يتكلموا أول المع شيخ الإسلام ابن القيم ومن معه، كان بيقولوا لشيخ الإسلام لما يمرقوا برا يقول له إنت الناس دي لما يعملوا حاجاتهم دي عايل لإخوانك عشان تتقوى بهم. لما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتاني جو يتكلموا بقى يدنق الراس ويسأل الله الحي القيوم أن يعينه وأن ينصره. فلما جاءت يعني نوبة شيخ الإسلام قام كسر البطائحية وبين عوارهم وباطلهم لغاية ما طلبوا من الأمير إنه يعفو عنهم ويرجعوا للكتاب والسنة. قالوا له ليه ما كنت بتعايل لنا؟ شوف الفائدة دي، قال خفت أن أنظر إليكم فأوكل إليكم. شوف التوحيد ده كيف، تأتي تقول لي انظرونا، انظرونا بتاع شنو يا أخوانا؟ شوف الشرك كيف، وشوف التوحيد كيف، توحيد وإيمان وإخلاص. عشان كده ابن القيم قال ومع ما كان فيه رحمه الله من الضنك وشدة العيش إلا أنه كان من أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا. قال وكانت إذا نابت بنا النوائب وضاقت علينا الدنيا ما هو إلا أن نجلس إليه ونسمع كلامه حتى يذهب ما في نفوسنا. ومضايق شيخ الإسلام، لو مشيت مع ابن تيمية بالتهموك. ابن تيمية رحمه الله العلماء البعد كابن أبي العز الحنفي رحمه الله
ما قدر يصرح بنقولات نقلها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف البلاء ده كيف ناس خافوا. وبعد ده ابن تيمية رحمه الله بيصرح وربنا بينصر فوقه وبيرفعه فوق ها، ودخله السجن، وهو نفس السجن الذي دخله العلامة الألباني رحمه الله. دخله في السجن وبقى يكتب في الفتاوى في الحيط ويقول أنا ما يفعل أعدائي بي، أنا إخراجي من بلدي سياحة وتبليغي للعلم جهاد ونشري للعلم، وسجني خلوة. قال وما تفرغت للقرآن إلا بعد أن دخلت السجن، أو كما قال رحمه الله. قال وكان يتمثل بأبيات قيلت في بعض الملوك: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يتمثل بأبيات عجيبة، فربنا عز وجل رفعه. عشان كده قال كان شيخ الإسلام بعد صلاة الصبح يجلس إلى ضحوة النهار يذكر الله عز وجل ويقول هذه يعني هذا نصيبي وغدوتي. قال إذا تركتها سقطت قواي. قال وكان يكتب بيده في اليوم الواحد ما يعجز عنه النساخ في أسبوع. النساخ بيكتبوا زمان ما في طابعات، بيقوموا يكتبوا تديهم قروش ينسخوا لك. قال بيكتبوا شيخ الإسلام في يوم واحد النساخ دارين أسبوع عشان يكتبوا. شوف البركة العجيبة دي كيف، ومع إنه يومه كان ملان وجهاد، فده توفيق من الله عز وجل عظيم. سببه شنو؟ إنه الإنسان يفتقر إلى الله. الإنسان يا أخواننا ما تنوم، تزول سلفي أعداب كتار، حافظ على أذكارك، حافظ على الأدعية، حافظ على الأوقات الفاضلة. قم من اجعل لك نصيبا من الليل، أمشي المسجد باكر، كلنا مقصرون. لكن يا أخواننا الإنسان يوصي نفسه وإخوان ويحرص ويقرأ الأدعية والأذكار النبوية ويتضرع بها إلى الله عز وجل، ده من أعظم أسباب الاستقامة. كذلك يا أخواننا الإنسان يتحرى الصحبة الصالحة، وفي الصحبة الصالحة أصحاب الهمم العالية، الناس اللي بيدلوك على العلم وعلى الدعوة، كلامه كله إنه ده في خير. يا ناس نعمل نصيحة، نمشي حلقة، ننصح فلان، نمشي كذا. إنسان همته عالية، يذكرك بالعلم، يحمسك، لأنه أنت أخواننا في زمن صعب جدا، زمن حتى الإنسان الصالح في الغالب ما بتلقاه مصلح. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجدون الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فلا بد يا أخواننا الإنسان يصحب الصالحين ويتجنب صحبة أصحاب السوء. أصحاب السوء من دعاة السوء وغيرهم، ومن من يضيعون الأوقات، وكذلك من ينشرون له الشبهات. ولو كان صاحب السوء هذا الجوال، تلفونك ده لو صاحب سوء مش يشتري لك ريبيك. والله أنصحك، أنصح نفسي وإياكم، وتمشي تخش مواقع وتقول دار أرد شبهات ودار تفعل وتفعل، تزوغ عن طريق الاستقامة. كذلك أخوانا الإنسان يلتزم وصية ابن مسعود رضي الله عنه، قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. ولا يقلدن الإنسان في دينه رجلا، إن اهتدى اهتدى وإن ضل ضل معه، وإنما يتبع الإنسان ما كان عليه السلف الأول. ومن مات على الخير من علماء هذه الأمة ولم يبدل ولم يغير، هذا هو الطريق والكلام يطول. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يثبتنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد. ونشكر للإخوة الحضور، ونشكر لأخونا حمدي على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص والثبات حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير وبارك الله.